انا محمد غريب محافظة الشرقيه. احمد نصر من محافظة القاهره. احنا شركه ديجيتال ايكونومكس جايين النهارده نتكلم عن مشروع فك.org واللي بيساعد الناس ان هي تستثمر فلوسها في الذهب بشكل شهري. هو انتوا البلاتفورم ده اوريدي خلاص شغال؟ يعني فك.org موجود؟ احنا بدانا الام في بي بتاعنا، دي نسخه الام في بي اللي شغالين بيها. احنا وصلنا حاليا 70 عميل الاستثمارات شهرية. طبعا هو يمكن الرقم مش كبير، بس الحمد لله الرقم التوتال الانفستمنت بيزيد. واللايسنس اللي انت واخدها عشان تاخد فلوس المودعين ايه؟ عشان this is a banking license. اللايسنس انا بنتفقين مع شركة محاماة، خدنا ترخيص تجارة الكترونية، وفي تواصل حاليا ما بين البنك المركزي، عرفت ان هم بيدرسوا النقطة دي. شكرا. انا شايف ان الناس كانت حابه تسمع اكتر عن الفكره بتاعتنا. كان في ناس بتحاول تشوف ايه الاسباب او ليه تشالنج اللي قبلنا دلوقتي، فاعتقد ان احنا يعني هنكمل او هنوصل بالظبط. هو بياخد فلوس مودعين بغرض الاستثمار، كانه بيربط لهم وديعة، بس ان ديفرنت موديل و ذس از ا بانكينج اوبريشن. اعتقد ان شايف ان لا، في اوبورتونيتي كويسه لينا ان شاء الله. هو مدخل نفسه في حوارات كتير. في مشاكل عندي اصلا في البروجكت. انا سمعت ان انتوا قلتوا ان انتوا هتجيبوا اكتر من 50%. لسه ذلك نتمنى ذلك. لسه عند رايكم ان انتوا حاسين كده؟ يعني حاسين. خلينا نشوف. يا رب يجيبوا سكور عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها فين؟ لسه 13.75. 13 ده اقل سكور. الحمد لله كل حاجه، احنا عملنا اللي علينا وربنا يسهل. طب تفتكروا ده ليه حصل؟ ما خدناش فيدباك، لان زي ما قلنا احنا ما كناش شايفين فيه انطباعات سيئه جوه، بس ما نعرفش يعني ممكن الريت ايه وجهه نظرهم في كده، ما نعرفش. جود لك في خطواتكم الجايه اكيد. ان شاء الله ممكن السيزون اللي جاي يبقى في حاجه مختلفه ان شاء الله. جود لك، باي باي.